وتؤمن بالقدر، والقدر هو سر الله جل وعلا، والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، جرى به القلم، جرى بالمقادير وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يقع شيء إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والأمور عبث أو أنف أو، بل هي مقدرة من قبل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كتابه اللوح المحفوظ، قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها. هذا الإيمان بالقدر، وهو على أربع مراتب. مرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، أن الله علم كل شيء، علم ما كان وما يكون. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها، كل شيء في وقته، كل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا. لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.